طيب بص بقى معايا، بص معايا، احنا كنا بنتكلم في الانسيرت والابديت والديليت، واتغرزنا جوه السلكت بقى لنا فتره. السلكت بقى تفرعت وترعرعت، طلعنا منها نقطتين: البيزك ستيتمنت الجمله الاساسيه، او البيزك ستيتمنت الجمله الاساسيه، والريستريكتنج اند سورتنج داتا. وخلنا بقى في الريستريكتنج اند سورتنج داتا، طولنا شويه مش بقى علينا. كان في ترانزاكشن ملهاش دعوه بيه الموضوع، لكن دلوقتي احنا بالنسبه لنا هنا نقطة جديدة، نقطة مربعة. طبعا ما النقطة التالتة يعني البيزك ستيتمنت كانت الجملة الأساسية، الريستريكتنج الثانية، التالتة خلاص بنتكلم على displaying data، عرض البيانات from multiple tables. multiple tables يعني عرض البيانات من أكتر من جدول. خلاص بنقول عليها طول على طول كده باختصار للناس اللي عارفه، بيقول عليها تايبس اوف جوينز، انواع الجوين، ازاي اجيب بيانات مجمعه من اكتر من جدول واعرضها. مش عايز اعرض يعني، لو جيت بصيت مثلا مثال بسيط فكري قبل ما اكتب يعني تفكيرا، لو انا دخلت في النورث ويند دي، دخلت على التيبلز، هلاقي ان جدول البرودكتس، احنا اغلبيه شغلنا على جدول البرودكتس، جدول البرودكتس دوت في رقم المنتج واسم المنتج ورقم المورد ورقم التصنيفه او فئه المنتجات طب انا عايز اعرض اسم المنتج واسم الكاتيجوري بتاعته، او اسم المنتج واسم السبلاير بتاعه. في الحقيقه عشان تجاوب على اجابه زي كده، هتلاقي ان السبلاير ده اصلا ده تيبل تاني خالص، والاسم بتاعه موجود في جدول حته تانيه. عشان تعرف تجيب جملة سيلكت تجيب لك البيانات بتاعت اسم المنتج واسم السبلاير، يبقى ده جدول بتاع السبلاير وده جدول بتاع البرودكت. ويا سلام بقى لو انت اخترعت قلته كمان رقم واسم الفئة، ما قلتش رقم الفئة، هتقول لي اسم الفئة مش موجود في الجدول ده، اسم الفئة ده موجود في جدول ثالث. فهمنا الفكرة؟ فازاي نربط ونجمع من اكتر بياناتنا من اكتر من جدول. فدي بنسميها جوين. بنسميها ايه؟ جوين. في انواع للجوين نتناولهم كده مع بعضنا. اول نوع اسمه كارتيزيان برودكت او ساعات بيسموه الكروس جوين، يطلق عليه كده كروس جوين. في نوع تاني اسمه الإكوي جوين، في نوع تالت اسمه نان إكوي ذا جوين، ونوع اسمه إنر جوين، ونوع تاني اسمه اوتر جوين، ونوع تاني اسمه سيلف جوين. دول اشهر الجوينز اللي موجود and so on. نعم، هو اوتر جوين بانواعه بقى، الفول اوتر جوين والليفت اوتر جوين والرايت اوتر جوين وعباد جوين بتاع المره اللي فاتت، لازم يكونوا موجودين. خلاص، ففي جوينز انواع كتير، احنا نبدا ناخدهم نوع نوع ونجرب عليهم اكزامبل. ابسط مثال احنا بدانا بيه، احنا قلنا ذكرناه من شويه وقلنا احنا عايزين نجيب البرودكت وعايزين نطلع اسم الكاتيجوري بتاعته. لقيت الكاتيجوري متسجله في جدول اسمه كاتيجوريز. خلاص، جوه جدول كاتيجوريز هتلاقي ان كاتيجوري اي دي وكاتيجوري نيم والديسكريبشن والبيكتشر. قلت له حلو قوي 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 قوي، عايز تعمل ايه سيادتك؟ قلت له عايز اعمل سيلكت.
عايز اعمل سيلكت خلاص البرودكت نيم اسم المنتج كوما والكاتيجوري نيم خلاص يبقى اسم المنتج و اسم الايه اسم الفئه تاني. فلو جينا هنا وقمنا مختارين نورث ويند وقلت له هات لي البرودكت نيم والكاتيجوري نيم هقول له بقى فروم وتبدا المشكله فروم ايه بقى ان شاء الله واحده بس اتنين لا هرجع تسيبك منه خلاص قلت له فروم ايه فروم برودكتس كوما وجدول اسمه كاتيجوريز ينفع كده ينفع كده قلت له هات لي البرودكت نيم والكاتيجوري نيم من جدول برودكتس وكاتيجوري مع بعض عندنا كم منتج حد يرد عليا بص معايا 77 منتج وعندنا كم فئه كليك كمين كده على الفئات وعندنا 8 فئات خلاص كده تعالى نرن الجمله بتاعتنا سيكت البرودكت نيم والكاتيجوري نيم تعمل اكزكيوت طلع هي عادي والله ما هي حلوه امال مالك خلاص سيبك ان هو كتب طلع 616 رو مش عارف جابهم منين سيبك من القصه دي لكن المهم ان جميله اهي جات اهي صح كده جاب بياناته زي الفل بص معايا بقى على الحته دي افهمها طيب بفريدجز ديت قدامها تشاي وتشانج ومش عارف ايه قلت له ماشي لو رحت على الجدول بص بقى معايا الحته دي عشان مهمه جدا وخطيره جدا يا ريت تركز فيها بفريدج ازيت كانت الكاتيجوري رقم كام رقم واحد قلت له حلو جدا تعالى معايا معلش بقى ايه عند البرودكتس جدول البرودكتس لقيت ان تشاي من كاتيجوري واحد وتشانج من كاتيجوري واحد والكلمه اللي انا مش عارف اقراها دي من كيم من كاتيجوري اتنين خلاص ماشي لو رجعت تاني هلاقي ان الكلمه اللي احنا ما كناش عارفين نقراها جايه برضو تبع واحد واللي بعدها تبع واحد واللي بعدها تبع واحد تبع واحد تبع واحد الله 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 اصلا هم اساسا لو رجعت جدول البرودكت هم اتنين بس ما فيش غيرهم اللي تبع الفئه رقم ايه؟ رقم واحد وادي التالتة الرابعة الخامسة الستة بس مش كل دول لكن مش كل دول لاحظ انا ملاحظ ان الفئة مع ان دوت من الفئة رقم اتنين بس طلع في نتيجة بس طلع في ايه؟ في نتيجة وده ازاي اصلا يطلع؟ ده اول نوع من انواع الجوين اللي بيسموه الكروس جوين او الكارتيزيان برودكت او كارتيزيان جوين يعني ايه بقى؟ هما جدولين جدول برودكت وجدول كاتيجوري يوم رايح جايب اول برودكت عنده خلاص ويتجوزه مع الكاتيجوري الاولى وبعد كده مع الكاتيجوري الثانيه وبعد كده مع الكاتيجوري الثالثه وبعد كده الكاتيجوري الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه هما كانوا ثمانيه وبعدين يمسك البرودكت الثاني مع الثمانيه البرودكت الثالث مع الثمانية، البرودكت الرابع مع الثمانية، عشان كده طلع لنا الناتج كام؟ 6 و600 مش عارف كام؟ 616 اللي هم حاصل ضرب، خد بالك بقى حاصل ضرب ايه؟ ان انا عندي 77 منتج مضروبين في كام كاتيجوري؟ فين الكاتيجوريز؟ ثمانية مضروبين في ثمانية تلعب 616 يعني لو عندي جدولين كل جدول فيه هنا ثلاث سجلات وهنا ثلاث سجلات
وعملت جوين بالشكل ده هيطلع لي النتيجه كام؟ 9 سجلات. الاولاني مع الثلاثه الاولاني مع الثلاثه كلهم ادي اول 3 سجلات، الثاني مع الثلاثه كلهم ادي 6 سجلات، الثالث مع الثلاث سجلات كلهم ادي 9 سجلات اللي هم 3 في 3. طبعا فاشل، نتيجته فاشله، مالهاش اي قيمه. ايه يا عم التهريج دوت؟ انا كنت عايز المنتج يطلع قدامه الفئه بتاعته ولا ايه؟ او الفئه يطلع قدام المنتجات بتاعتها، لكن مش عايز العكس. اي حاجه قصاد اي حاجه وخلاص، بجوز قيم وخلاص. بس دور على اللي انا كنت عايز اقوله بس فين واسال ما انت عايز. قول سؤال. لو عندك ايتم والسب ايتم هيعملك كده برضه، هي نفس الفكره. انا عندي فئه المنتجات والمنتجات بتاعته. لا بالطريقه دي هيمسك المنتج الاولاني ويجوزه مع كل المنتجات اللي هي الايه الفرعيه السب ايتمز كلها. دي اسمها كارتيزيان برودكت او كروس جوين. هننقل نفسنا دلوقتي على وده ملوش لازمه غير في العمليات اللي هي المعقده يعني. خلاص؟ يعني ممكن يكون ليه لازمه في ايه؟ في ناس بقى اللي بتشتغل ارتفيشال انتليجنت بقى وكلام من ده. فممكن يكون بيجيب التابلز كلها على بعضها ويبدا هو يكالكوليت عليها حاجات وبعد كده هو ينقي ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش طبقا لوجهه نظر لوجيك معين او حاجه معينه. بالنسبه للطبيعي ده نتيجه فاشله وملهاش اي ايه اي لازمه. نتنقل بقى على الايكوي جوين. ايكوي جوين هو بيسموه ايكوال جوين اللي هو الربط بالتساوي او دمج البيانات بالتساوي. بمعنى ايه؟ عايز اضيف شرط، عايز اضيف شرط واقول له بس بشرط مش تجيب لي كله على بعضه كده، لا ما ينفعش، ده لازم الكاتيجوري اي دي هنا لازم يكون بيساوي نفس الكاتيجوري اي دي اللي موجوده في البرودكت، بحيث لازم تكون نفس البرودكت الكاتيجوري اي دي اللي هنا، بحيث ما تجيبيش كله على كله. لا لا لا، طالما رقم الفئه هنا واحد ورقم هنا الفئه واحد يطلع رقم الفئه اثنين وهنا اثنين يطلع اثنين، لكن رقم الفئه واحد يطلع لي يطلع الفئه رقم خمسه ما ينفعش الكلام ده. لازم تكون رقم الفئه هنا زي رقم الفئه هنا عشان يطلع. ففي الحاله دي كده بجوز كل منتج مع الفئه بتاعته بس، لان الرقم هنا زي الرقم هنا. في الحاله دي المفروض يطلع لي 77 منتج بالظبط. قلت له بيساوي كاتيجوري اي دي. سؤال في التباس انه كاتيجوري اي دي بتاع انه كاتيجوري مين تبع مين؟ عندنا مشكله كاتيجوري اي دي بيساوي كاتيجوري اي دي. يقول لك ما انا عارف ان كاتيجوري اي دي بيساوي كاتيجوري اي دي. قلت له لا، الكاتيجوري اي دي بتاع البرودكتس بيساوي كاتيجوري اي دي بتاع الكاتيجوريز، يعني واخد بالك انت؟ فهو مش هيقدر يلقط اللقطه دي. افرق ازاي؟ ممكن اقوم جاي قايل له ممكن ادلع، ممكن اكتب برودكتس دوت الكاتيجوري اي دي تكون بتساوي الكاتيجوريز دوت الكاتيجوري اي دي. فكده حددت له كاتيجوري اي دي اللي جوه البرودكتس هو كاتيجوريز اي دي اللي جوه الكاتيجوريز. فالمفروض لما اجي اعمل رن جاب لي الكام؟ هما ال 77، مفيش غيرهم، هو 77 منتج بس كل منتج كتب قدامه هو تبع انه فئه، ولقيت الاثنين الاولانيين هم اول نوع والباقي انواع مختلفه وانواع ثانيه الى اخره. كلام جميل جدا جدا جدا. اثنين جدا كمان، بس طبعا قد يكون طويل. ليه؟ لان انا ممكن اكون مش عايز اجيب رقم اسم المنتج ورقم الفئه بس، وعايز الكميه وعايز اليونت برايس وعايز مش عارف ايه وعايز مش عارف ايه، حاجات كتير قوي. فايه العيب اللي هيحصل؟ ان لما يكون في تشابه اسماء، هو المفترض ان انا ممكن رايح دماغي وقال ايه والله البرودكتس انا هدلعها بيه، خدتها بسبيس. فاكرين الياس؟ هنا الياس على التيبل بس من غير كلمه از، من غير كلمه ايه؟ از. واعمل هنا على الكاتيجوريز ادلعها ايه؟ سي. يبقى دلعت البرودكتس بي، يبقى اقدر اقول بي دوت كاتيجوري اي دي، ودلعت الكاتيجوريز سي
يبقى له سي دوت كاتيجوري اي دي، يبقى عارف ان هو كده خلاص ده هيجي برودكت كاتيجوري اي دي اللي جوه جدول البرودكت، ودي كاتيجوري اي دي اللي جوه جدول مين الكاتيجوريز. فيها مشكله حتى الان؟ حلو جدا. من المفضل ان كل عمود تم البرودكت ده جاي منين من جدول البرودكت، يفضل تبقى عامل كده يفضل، لكن مش هيطلع ايرور لو ما عملتش كده. الكاتيجوري نيم جاي نيم جدول الكاتيجوري، يا ريت تعمل كده عشان ما يحصلش عندك ميسنج، يعني ما يحصلش عندك في حته مفقوده انت مش فاهم ده تبع مين ده. يعني بالملوك هو خد بالكم من حاجه، هو اصلا الجمله السلكت اصلا معوجه لوحدها اساسا، محوله بس ما حدش واخد باله منها اساسا. وانا المفروض المفروض فروم الاول، اول حاجه في جمله سلكت اساسا مفروض ان انا اول ما اقول فروم، يعني زي ما كنت بقول لك ايه من معمل خمسة هات لي الشنطة، مش هقول لك هات لي الشنطة والقلم من معمل خمسة، بس هي مشيت كده بقى وكانت ماشيه زي الفل وكان كله مبسوط بيها فخلاص بقى. لكن الـ لكن الـ لكن الكومبايلر ما بيشتغلش كده، ياخد فروم الاول. مش عندك انت؟ لا طبعا هو شغالش سنتكس بتاعك سنتكس ايرور. انا بعمل حاجه ثانيه بقى، ولو اشتغل يبقى يعني انا بقول لك ايه بصراحه. انا بعمل سيلكت فروم، لكن هو لك المنطق ان انا اقول سيلكت وامال فروم وامال فروم ايه وبعد كده وامال هقول كذا، ده طبيعي عادي جدا ده منطقي. لكن لو اي حق اسمه تشابه في الجدولين لازم اقول اسم الجدول دوت اسم الحق، او اسم الاختصار دوت اسم الجدول، اسم الجدول خلاص كده يبقى اسم الحق اسم الجدول دوت اسم اسم الحق، او اسم الاختصار بتاع الجدول دوت اسم الحق، زي ما حصل معايا في كاتيجوري اي دي. لكن لو برودكت نيم وكاتيجوري نيم اصلا ما فيش في الجدولين غير برودكت نيم واحده، ما فيش في الجدول الكاتيجوري نيم واحده، فما فيش اي مشكله او اي ايه او اي يعني اختلال، هو عارف دي من فين ودي من فين. لكن اي حاجه غير كده لازم يكون محدد. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه الايكوي جوين. ده اسمه ايه؟ الايكوي جوين. الايكوي جوين ما هو الا عادي كروس جوين عادي، بس بزود عليه شرط عشان ما يجيبليش كله على بقى كله، وياخد اول واحد يجوزه مع الثلاثه وياخد ثاني واحد يجوزه مع الثلاثه. لا ده هو عايز ياخد واحد ويشوف هو مين اللي موازي ليه، عشان لازم يكون تساوي هنا لازم تساوي هنا مثلا. طيب طبعا ممكن نحسن بقى اليونت برايس بتاعتنا كام، اليونت ان ستوك كام، زي ما انا عايز مش قضيتي. زي ما انت بتقول سيلكت هو بيشتغل عادي جدا من جدول من جدولين من 20، بس المهم انت قدرت تطلع بياناتك من جدولين مظبوط. وبعد ما كنت بطلع كاتيجوري اي دي ومش عارف اطلع كاتيجوري مين، ببقى اعرف اطلع كاتيجوري مين. ماشي ده ايكو جوين. نخش بقى على مين؟ على النون ايكو جوين. دي هتبقى اكبر اصغر بقى مش كده؟ يعني رقم الفئه هنا اكبر من رقم الفئه هنا ما ينفعش. خد بالك ده المفروض ان ده فورين كي وده برايمري كي صح؟ تمام. الايكو جوين بقى النون ايكو جوين مش لازم يكون فيه برايمري كي ولا فورين كي ولا اي حاجه من دي خالص اصلا. ناخد مثال النون ايكو جوين في طبيعتك ممكن تقابله قليل اصلا. اقول لك باختصار مثال يكون يعني بنستخدم فيه النون ايكو جوين بشكل صريح، اللي هو ايه؟ مثلا انا عندي جدول موظفين وفي كل موظف مرتبه، لاحظ معايا بقى عشان ما تسرحش، مرتبه. وعندي جدول تاني اسمه الجوب ليفل خلاص. فعندي الناس اللي بتقبض من كذا لكذا دول مستوى ايه؟ كلاس ايه. من كذا لكذا يبقى دول بي، من كذا لكذا دول سي، من كذا لكذا دول دي. الشركه عندي فدي مستويات الايه؟ الوظائف. وعندي جدول تاني اسمه الايه؟ المرتبات بتاع الموظفين او الموظفين وفيهم المرتب. فانا عايز اجيب بيانات الموظف واطلع قدامه هو تابع لانه فئه من فئات الايه؟ الوظائف، يعني وظيفه ايه ولا بي ولا سي ولا دي. قول لي هتربط تقول ايه؟ مفيش بيساوي اصلا. هتقول بقى وير ان البرايس او وير اسف ان السالري، وير ان السالري بتوين
المينيمم والماكسيمم اللي في الجدول التاني بقى نون ايكوال. هو في ربط اه بس مش بي مش بي مش بي مش بيساوي باي حاجه غير ايه غير يساوي باي حاجه غير يساوي. ده مثال يمكن اللي هو الشهير قوي اللي بيكلمك على حاله نون ايكوي جوين، على حاله نون ايكوي جوين. خلاص عشان بس نقدر نعملها اوريكم مثال ليه يعني. فممكن ازود جدول ماشي، ممكن ازود جدول كده للمنتجات واليونت برايس، وعايز البرايس العاليه والبرايس اللي هي المودريت والبرايسز اللي هي اللو مثلا. خلاص الاسعار العاليه والاسعار المتوسطه والاسعار اللي هي الرخيصه يعني. فممكن اقوم جاي عامل تيبل كده في النورث ويند كده على السريع، اقوم قايل له انا واقف على ايه؟ على التيبلز الاول، وكليك كمان اقول له نيو تيبل. واقول له ليفل، وده يبقى انت او الليفل اي دي، والمينيمم كام، ويبقى ده ديسمال مثلا، ممكن يكون 7.22، والماكسيمم والليفل ذات نفسه، وده يبقى ان بار اتشار. وعملنا ده البرايمري كي بتاعنا، وسيبنا سميت الجدول برايس ليفل واوكي. وخد بالك ان الجدول دوت اصلا مش متربط بعلاقات مع اي جدول تاني، يعني مش علاقه صريحه اصلا. خلاص ولا هتعرف تعمل علاقه صريحه، المهم او مش عايز تعمل علاقه صريحه لكن ينفع. المهم انا جيت على البرايس ليفل ده، قمت قايل له عايز اعمل ايديت، قلت له اولاني واحد طبعا عايز ابص على المنتجات بتاعتنا. تلاحظ ان ان اليونت برايس 10 و22 و30 و40 و97، 123. يعني مش هدخل نفسي في المتاهه دي، لكن هقول ان ايه في الايديت، ايديت اهي، قول والله ان الاولاني المينيمم بتاعه من اول جنيه لغايه مثلا 40 جنيه، ده الليفل بتاعه ايه؟ لو. التاني من اول 41 جنيه او 40 ما عندناش اصلا كده، عندنا لغايه واحده بس، عم عشية واحده صح؟ لغايه مثلا 100، ده مودريت. ثلاثة من أول 100 لغاية 200، وده آخر رقم عندي، ده كان هاي. خلاص سيبت شوية بيانات، عايز بقى أجيب البيانات وأطلع الليفل ده بتاع كل واحد إزاي. فأقول له select product name كوما والليفل بتاعه، بس احط الليفل كده ما بين قوسين 40 دول عشان ده كلمة او كلمة ليفل كلمة محجوزة ليكي معايا. from عندي اكتر من جدول، جدول برودكتس كوما وجدول البرايس ليفل وير
ده الشرط بتاعي ان اليونت برايس تكون بتوين مين؟ المينيمم اللي في جدول البرايس ليفل. ما اقصدش بقى المينيمم اي مينيمم عندك، انا اقصد المينيمم اللي الحقل اند الماكسيمم اللي متسجل عندك. يبقى انا كده خرجت من دايره ايكوال، لكن قلت له السعر لازم يكون ما بين المينيمم والماكسيمم الموجودين عندك. لو جيت عملت كده اكسكيوت طلع لي ادي في عندي منهم مودريت اهو، في عندي منهم هاي. ولو انا عايز ابقى يعني اكتر وضوحا ممكن اقول له اعرض كمان اليونت برايس، فبعد السلكت هو اللي بتعرض، تعرض كمان اليونت برايس عشان نبقى شايفين فعلا 18 و19 و20 و40 حتى ال 40 طالعه لهم مش مشكله خالص. وجينا بصينا على المودريت هنلاقي هلاقي 97 و62 و80 و43 لانه فوق ال 40، كل ده مودريت خلاص. الهاي الوحيد اللي عدى ال 100 اللي هو 103 وايه؟ 123، صح كده؟ فطلع لي بيانات من اكتر من جدول اهو وربط بالليفل، بس هو اصلا ما فيش اصلا ولا جوين اساسي ما بين فورين كي وبرايمري كي خالص. وما فيش حقل ويساوي حقل كمان، وما فيش حقل كمان يساوي ايه؟ حقل جد بتوين ما بين كذا وما بين كذا. ده مثال على مين؟ على النون ايكويت جوين. فاضل بقى انر جوين والاوتر جوين والسيلف جوين. بس شفتوا دول؟